وفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التحول الرقمي لبناء مصر الرقمية، واللي بيسعى بدوره لتطوير منظومة الخدمات الحكومية في مصر، وبيعتبر الخطوة الأولى في بناء اقتصاد رقمي مصري قومي. ولأن الخدمات الحكومية من أكثر الحاجات اللي بتهم المواطن المصري وكمان بتستهلك وقت ومجهود كبير جدا، كان لازم تتحول بشكل سريع لمنظومة رقمية مميكنة بيتم من خلالها الحصول على كل الخدمات بطريقة سهلة وسريعة. علشان كده مجموعة من الشباب قرروا أنهم يعملوا حملة تحت عنوان رقمنة مصر، وهي عبارة عن تعريف الناس بالمنصة الرقمية وإزاي يقدروا أنهم يتعاملوا عليها. هنعرف تفاصيل أكتر عن الحملة دي وإزاي يشتغلوا عليها على أرض الواقع من ضيوفنا اللي منورنا النهاردة في استوديو طابور الصباح، إسراء حسنين وهنا سيد، أعضاء فريق حملة رقمنة مصر. أهلا بيكم ومنورنا. أهلا بيك بنور. ازيكم يا بنات؟ كله تمام، شرفنا ومنورنا. انت طالبه في كليه اعلام صح؟ مظبوط. طيب خليني هبتدي مع اسراء واسالها الفكره جت منين، وهل هي كده بقى فكره عابره لمجرد ان هو مشروع تخرج، ولا لا الموضوع ليه بالنسبه لكم تقل كده وليه حيثيه؟ احكي لي اكتر. مساء الخير، صباح الخير الاول، سوري. صباح الفل. احنا في الاول كنا بنختار بين اكتر من فكره، منهم نوعي الناس ازاي ما يفرقوش بين اولادهم، نوعي الناس بامراض زي او سي دي، زي اي دي اتش دي. اتكلمنا مع بعض كتير، عملنا فوتنج، طب نعمل مشروع تخرجنا عن ايه. بس اكتر حاجه الناس اتفقت عليها في المشروع ان احنا نوعي الناس بخدمات مصر الرقميه، لان دي اكتر حاجه الناس مش عارفاها، لان في اوريدي حملات اتعملت ازاي ايه هو الاي دي اتش دي، ايه هو الاو سي دي، بس ما حدش كتير اتكلم ان في منصه اسمها مصر الرقميه، في حاجه تقدر تطلعها من وانت قاعد في البيت، بطاقه تقدر تجددها، تقدر تعرف مخالفاتك من وانت قاعد في البيت، حاجات كتير جدا. رخصه السياره يعني، رخصه السياره طبعا تجددها من وانت قاعد في البيت، حاجات كتير جدا. فاستقرينا خلاص ان هي دي الحمله بتاعتنا. وكمان عملنا استبيان، لقينا ما فيش كتير عارف ايه هي خدمات مصر الرقميه، يعني ايه اصلا منصه مصر الرقميه. فاستقرينا على الفكرة من هنا. ولا في الأول كنت بصراحة لو كانت هتبقى حملة تانية كانت هتخلص عند مشروع التخرج، بس احنا اوريدي تواصلنا مع ناس في وزارة التكنولوجيا، اتصالات والتكنولوجيا، وإن شاء الله يبقى في خطة بعد كده إن شاء الله بإذن الله. هنا احكي لنا بقى الحملة بتاعتكم هي أصلا عبارة عن إيه، وإزاي قدرتوا أنكم تشتغلوا على أرض الواقع؟ هو احنا الاول بدانا سوشيال ميديا، ما بداناش على ارض الواقع، بدانا الاول سوشيال ميديا. كنا الاول بدانا نعرف الناس احنا مين، احنا تيم رقمنة، بعدين فهمناهم ايه اصلا موقع مصر الرقمية، لان في ناس كتير قوي زي ما هي قالت ان ما كانتش عارفة اصلا ايه موقع مصر الرقمية ده. فبدأنا الاول ان احنا نعرف الناس عن طريق بوست عادية جدا اللي هو كتابة بس، بعدين واحدة واحدة بدأنا نطور الموضوع ان احنا نبتدي في ان احنا ريلز. حضرتك طبعا عارفة ان الريلز مشاهداتها اعلى بكتير، فكنا بتشرحوا فيها يعني طريقة الدخول على المنصة وهكذا بالظبط كل التفاصيل، ازاي تعمل اي خدمة انت بتعملها، ازاي اصلا تعمل اكاونت على موقع مصر الرقمية. فكل الحاجات دي احنا عملناها ريلز عشان نضمن ان هي توصل لاكبر عدد من المشاهدات. بعد كده بقى بدأنا ان احنا ننزل الشارع ونعامل الناس فيس تو فيس.